مشاهدينا على هذا اللقاء ينضم إلينا من النجف مراسلنا محمد رزاق. محمد، بعد التحية، إذن نتحدث عن تفاصيل اللقاء الذي جمع السيد السيستاني مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان. أبرز ما تم بحثه والتأكيد عليه في هذا اللقاء، تفضل. نعم، مساء الخير. هي زيارة مهمة للمبعوث الأممي للممثل الأمم المتحدة في العراق، باعتبارها هي الزيارة الأولى للحسان بعد تسلمه لمنصبه، وهي الزيارة الأولى بعد انقطاع دام أكثر من سنة على آخر زيارة للممثلة السابقة جنيب لاسقاط إلى السيد السيستاني بمحافظة النجف. فهي تؤدي إلى الأذهان يعني الزيارات الأممية، وأيضا فتح أبواب السيد السيستاني لاستقبال الضيوف. حقيقة منذ فترة طويلة لم يستقبل السيستاني سوى المبعوثين الأمميين، ويعني كان آخرهم السيد بلاسخارت، والآن السيد محمد حسان كان في محافظة النجف الأشرف. أكيد تناول الاجتماع بعد ما طال تقريبا أكثر من ساعة العديد من الملفات، وطرقتهم بعض منها إلى مثلا ضرورة يعني حصب السلاح بيد الدولة وتركيب الطبقة السياسية بضرورة الاعتماد على القانون في تطبيق الواجبات بالدولة العراقية، باعتبار أنه هو الحامل الوحيد لجميع مكونات الشعب العراقي. أيضا دور المرجعية الدينية في الحفاظ على وحدة البلاد وأهميتها في أيضا رسم السياسات العامة للدولة، باعتبار يعني بعض التوجيهات التي صدرت من المرجعية تكون لها صدى كبير جدا. هي يعني زيارة تذكر بحسب متابعين اتصلنا بهم وسألناهم على هذه الزيارة ما طبيعة هذه الزيارة، كيف يعني تلقون ردود الفعل لهذه الزيارة، ذكروا أن هي زيارة يعني أتت لتذكير الطبقة السياسية ببيارات المرجعية ويعني إصدارات المرجعية لتقييم عملهم خلال الفترة الماضية بعد حقيقة فتور وبرود وصمت من المرجعية الدينية حول أبرز القضايا. لكن بالمجمل القضايا المهمة نقشت في هذا الاجتماع، سواء كانت على القضايا المحلية لخص المجتمع العراقي وحتى على القضايا الإقليمية. طيب محمد، يعني العديد تنبهوا إلى موضوع التوقيت في هذه الزيارة، توقيت هذه الزيارة يحمل من الأهمية ما نراه من تطورات جيوسياسية في المنطقة والأنباء التي تتحدث مؤخرا عن نية إيران لاستهداف إسرائيل من داخل الأراضي العراقية، والرسائل التي خرجت عبر بيان لمكتب السيد السيستاني بضرورة النأي بالعراق الحفاظ على سيادته واستقلاله وأن يكون عنصر داعم للاستقرار في المنطقة. أهمية هذا اللقاء من ناحية التوقيت والرسائل أيضا التي خرجت على مستوى الإقليم. بالفعل يعني الأهمية يعني على عدة اتجاهات. الاتجاه الأول هي الزيارة الأولى للممثل الأممي بعد تسلمه منصبه، يعني بعد فترة قليلة من تسلمه المنصب. في أول زيارة أعتقد مهمة زارها هي زيارة السيد السيستاني، هذا في الجانب الأول. الجانب الثاني أكيد يعني الأوضاع الإقليمية اللي تشهدها، التطورات والتحديات سواء كانت في غزة أو في لبنان أو في إيران أو في مجمل المنطقة، تحتم على يعني المبعوث الأممي وعلى المرجعية الدينية حقيقة عبء كبير جدا. من هذا يعني المنطلق هذا ما أكد محمد الحسان الممثل الأممي أنه المرجعية الدينية دائما ما تؤكد في هذا التوقيت على ضرورة ينأى العراق بكل الصراعات الإقليمية والدولية، وأن يجعل المصلحة العليا للبلد وللشعب العراقي هي الأولى، وأن يبحث أولا عن السلام قبل أن يبحث عن الحرب ويعني تصعيد المواقف. هذه الرؤية مطابقة للرؤية الحكومية، يعني دائما ما الحكومة العراقية تؤكد وتجدد التزامها بأن العراق لن يكون منطلقا للاعتداءات سواء كانت على دول الجوار أو على يعني المنطقة بصورة عامة، لا يكون طرفا في التصعيد. وهذا ما أكده المرجعية الدينية في بياناتها المتلاحقة، وأيضا في هذا الاجتماع اليوم المهم أكدت أن العراق يعني يجب أن يبقى على الموقف اللي يضمن سلامة أرضه وسلامة شعبه، وينأى يعني ينأى بغير الحرب عن نعم. طيب محمد، يعني ذكرت بأن الممثل الأمين العام والممثل الأممي في العراق هذه أولى زياراته ولقاءاته مع السيد السيستاني، على الرغم من أنه يعني حديث التعيين في العراق، ولكن
اللقاء الأممي أو الممثل الأمين العام مع السيد السيستاني يعكس مدى الأهمية التي يمثلها المرجع الديني في العراق والحفاظ على استقلال وسيادة واستقرار أيضا العراق. كيف ينعكس هذا الاهتمام الأممي على استقرار العراق وعدم جره أيضا إلى ساحة الصراع مع الرسائل أيضا التي خرجت؟ إذن هناك لربما حرص أممي كبير جدا على أن يكون العراق مستقر وذو سيادة وعدم الانجرار إلى أي صراع في الإقليم. وهذا ما أكده محمد الحسان في يعني في مؤتمر صحفي لهذه المؤكد. الأمم المتحدة دائما ما تبحث عن الاستقرار واعتبار العراق سواء كان من يعني منطلق السياسي أو منطلق الجغرافي يمثل ركيزة مهمة جدا في هذه العملية في عملية السلام، وبالتالي تبحث مع كل الأطراف سواء كانت الأطراف اللي لها تبعات ولها يعني ثقل على المستوى الديني أو الشعبي أو السياسي، وأكيد السيد السيستاني واحد من هذه الأطراف، أو حتى على المستويات الحكومية أو حتى على المستويات الأمنية الأخرى أيضا تبحث أن يكون العراق يعني موقف بعيد عن الحرب. وهذا ما أكد محمد الحسن في المؤتمر الصحفي، أكد أن الأمم المتحدة دائما ما تبحث عن توازن وتبحث عن رؤى تدعم التوجهات الأممية بضرورة يعني الحفظ على السلام ووقف إطلاق النار. تعرفون أن العراق يعني هناك بعض المؤشرات على أن هناك بعض المسيرات وبعض الأعمال تنطلق من العراق إلى الجانب يعني في إيران وفي في لبنان وفي غزة، وهذا يثير يعني يثير قلق حتى المواطنين في النجف، أنه يفصل العراق شريك في صراع حقيقة ونار لا يمكن حقيقة إيقافها. وهذا ما دعا الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات حقيقة استباقية وخطوات يعني اعتبرها المراقبين بالمهمة. نعم. بدأت من السيد السيستاني باعتبار له ثقل كبير سواء على كان على المستوى الشعبي أو الديني أو السياسي، وكلمتها وكلمة المرجعية مسموعة، فإذا كانت هناك مثلا حالة من التهدئة و يعني إصدار التوجيهات للتهدئة ويعني ينعى العراق بالحرب، تكون هناك يعني أطراف مسموعة من قبل. طيب هذا فيما يتعلق محمد يعني على مستوى الإقليم الرسائل التي تم توجيهها على مستوى الإقليم، ولكن أيضا بيان المرجعية الدينية تطرق إلى الوضع الداخلي في العراق وبعث برسائل واضحة وصريحة ومباشرة إلى الطبقة السياسية في العراق والنخب الموجودة أيضا في العراق. صدى هذه الرسائل عبر بيان المرجع الديني من خلالك محمد، وأيضا أهمية هذه الرسائل عندما تخرج من المرجع الديني السيد علي السيستاني؟ أكيد يعني في الأوساط المحلية هناك يعني متابعة دقيقة واهتمام كبير من قبل الأوساط المحلية، المتابعين المراقبين المحللين السياسيين، وأيضا باعتبار أنه هاي الزيارة وهذه البيانات تصدر بعد انقطاع كبير جدا كما ذكرت في بداية حديثي، واعتبرها المراقبون أنه هي رسالة تذكير للطبقة السياسية للقائمين على البلاد على مستوى الخدمات أو على مستوى السياسة أو على مستوى الأمن أو على مستوى مختلف شؤون الحكومة والدولة. أيضا تعتبرها رسالة تذكير للطبقة السياسية أن هناك يعني متابعات وتذكير لكل يعني حقيقة من يتصدى للمسؤولية بالعراق سواء كان في النجف أو في العراق بصورة عامة، أن يحمل المصلحة العليا، يحمل القانون، يحمل إبعاد الفساد، تذكير بالركائز اللي يعني أطلقتها المرجعية الدينية على بيانات مستمرة. هذه الزيارة أعادت الأذهان ما دعت إليه المرجعية مجددا، وأرسل في رسائل المرجعية ما زالت تتابع على الرغم من هي أوصلت الأبواب بوجه كثير من السياسيين أو مجمل السياسيين حقيقة، واقتصرت يعني استضافاتها على المبعوثين الأمميين، وهذا أكيد بعث برسالة مثل ما ذكرت إلى الطبقة السياسية من المرجعية على الرغم من هي أغلقت أبواب لكن تتابع بشكل دائم كل عمليات الخاصة سواء كان على مستوى السياسي أو الأمن أو مختلف المجالات اللي تتبع الحكومة أو تدير الحكومة في هذا المجال. شكرا جزيلا لك مراسلنا من النجف محمد رزاق على جميع هذه الإيضاحات.